والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المهدي للشبكة المغربية الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان للأمانة زكاة سي إبراهيم اللي هو معروف عن غني عن التعليم أنه إنسان مناضي بمعنى الكلمة. وشكرا لكم مرة أخرى أنا في الكلمة سي إبراهيم بشيء تملكوا القانون الأساسي في تحية مجددة تحية الحضور ديالكم كنشكركم على الحضور ديالكم كنشكر الاخوات كلهم الحضور ديالهم بديت غادي نقول لكم غادي ان شاء الله نديروا واحد المكتب الاقليمي باش نحاربوا الغسالة المفسدين بل كل واحد له مسؤوليه نفسه باش يودي واجب غادي نتبعوا كل واحد داكشي اللي يبدا غادي يردوا بدون شك ولا خلاف هاد العهد ماشي باقي ما بقى داك العمر ديال الذهب المال القرآن راكم كتشوفوه كلكم ما كاين شي واحد ما كيشوفش القرآن راه كلشي كيشوف كيديروا به الزيوت وكيدوا لنا الملائكة وحنا ساكتين في الايدين حنا بغينا نديروا الكليب ونتعاونوا جميع ما عندناش كبير ولا صغير كنا مغاربه وحنا غادي نرفعوا الحقوق ديالنا راه المغرب الى غادي هكا راه غادي يمشي يتستعمر عاد ثاني مره اخرى هذا الشيء حنا كنشوفوا هذا الشيء باش ما يبقاش باش نحبوا هذا الميكروب اللي كيعملوا التربه ديال البلاد راه عيب علينا وغادي نعطي الكلمه للشيء هاشمي هذا هو السيد الحضور الكريم اننا كما قال السي ابراهيم هذه الشبكه اسست من اجل محاربه الفاسدين والمفسدين راه المال ديالكم اللي كيمشي راه العرض ديالكم المستقبل ديالكم المستقبل ديال ولادكم في حال الاول باش توقفوا هذه النزيمه راه اللي مشى لشي بلاصه ولا كاين هاد كيشوف هاد جيبو راه ما كيشوفش الناس شحال الموعد تعطاتكم في الانتخابات شحال الموعد اللي جا كيصفروها كيديوها راه وطنكم راه كلشي ديالكم راه حتى واحد ما كيعطيكمش حاجه من عندو راه منكم وإليكم ولهذا الله يخليكم تنشدكم باش الان تأسس واحد المكتب يكون رقيب وحسين ان شاء الله. السلام عليكم. لمؤسسات منادي باسم الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الطلاب. راه كاينين الناس اللي يسلموا للشبكه ديال سبليون 400 هكتار ديال الارض ودايرين معاهم الشبكات سريه وحنا غادي نديروا هذا الشيء حنا راه كندافعوا على المغرب كله ماشي غير نقولوا راه هذا بلاد ماشي غير المغرب الشرقي ما كنشوفش حنا كنشوفوا المغرب الوطن ديالنا من كان جاي الكبيره باش تبداو تحكوا علينا الناس ديال الاحزاب السياسيين ديال البلاد الشركات ديال اسبانيا وكاين شي حوايج باقي ما عرفناهمش كاين عندنا شي حوايج باش نقولوا شي حوايج شوف لا حول ولا قوة إلا بالله راه ماشي نتسناو وهنا اللي دغي أو ناس كانت صبحات أو ناس كيف موتا كيف دارت كيف دارت مشى وهنا اللي صبر على ناس سويت مرتا ناس سويت الشهر ديال هذيك الشهر ليك راه إلا ما دارت على بلاد ما كانش اللي غيدير عليه راه شي نهار تجي في البلاد تقول لكم راه كنسير لكم غادي نبدو القروة ديالكم باش تخلصوا بداو كيدي بداو كيدو في البحر بداو كيدو في البر بداو كيدو وساكتين حنا هكا في ريدي اشتغل على شي ناس وحنا كنشوفو ايوا والو الخدم ايوا هي النضال حتى الى متي
كليتي هذاك يمشيش هذاك شاهد يدي دابا كان الحكم كان اخرين الله يجزيكم بخير. راه حنا راه ما عندناش هذا هو ما عندناش القبائل، عندنا حنا واحد مغاربه واحد عندنا لا اله الا الله. رغم كاع كل شيء شي ديانه اخرى راه حنا مغاربه نتعاونوا على البلاد ديالنا، كل فينا غير ديال البلاد ديالنا. الله يجزيكم بخير. والشيء اللي كان اللي كيبان ليا اعطي الكلمه لاخر. كنشكروا الحضور والرفرف يعني شاك ولا رجال، وكما جاو الاخوان في الكلمه ديالهم كاين واحد المقوله قال لك تستكيف على الحق الشيطان وانا خلص. راه كلكم مسؤولين عارفين، حتى اللي ما عارفش سامع، اللي ما سامع عارف، هادشي راه ما بقاش مخبي. انت تشوف واحد كنتي تشوفو الصباح والعشيه المواطن بحال بحالو وما عندوش بين العشيه والضحى ولا عنده أو لا عندك ديالك، عندك سيدة الدروج من المطار. الناس راه جاو دروكا تيطلبوكم وتيوعيوكم، وراه خيرات بلادكم وخيرات ولادكم اللي خارجين من البلاد. الناس الله يجزيهم بخير فيهم الحماس وجاو بيوصلوا ليكم، وهما راه خالي من المسؤولية، لأن اللي ما دافعش على المسائل ديالو راه ماشي مسلم. راه البلاد راه تيحكمها الملك، حتى شو ما تيخدم إلا الله. وراه بالإلحاح ديالكم القوة ديالكم والاتحاد ديالكم غادي توصلوا الامور. نكتب لهاد الاداره وندير لهاد ونحبس عليهم. راه اللي تبيع هاد الارض ماشي ديالك، اللي تصرف في هاد الوطن ولا هاد البلاصه ماشي ديالك، الا الناس اللي طالع من دير شي حاجه ديرو بالاصل ديالهم. الناس اتحدوا باش ديروا ان شاء الله هاد المكتب باش تحبسوا كما باقي البلايص. راه الناس راه دارت العجب وتيقريو ولادهم في التيسع، راه ما سيقل لكم خبر كاع ما مدينا فيكم. وراء الخوف اللي قاضي على الناس، راه إذا ما حاربتوا الخوف اللي دخل في داخلكم تقولوا عقل عند الله، الله راه غادي يحاسبكم. ولكن خصنا نتكلم كمواطنين نحبسوا واحد شويه، راه هذاك البلاد اللي تدير فيها انت راه ديالي حتى انا. وكيف قال لكم الاخ راه من خط جد القوير، راه كلنا مغاربه، راه ما بقاش حنا تنفرق هذا من هذا. الناس جاوا باش يضحيوا معكم وتوصلوا معاهم، راه بالكتبه وبالهضره راه توصلوا لكل شيء، راه كل شيء. البلاد راه واحد اللي حاكمها هو سيدنا نصر الله. الناس راه ديروا جمعيه، كتبوا بلغوا تحاصروا حطوا السلطات، وراه حتى حاجه ما مخبيه دروك، راه كل شيء واضح. والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ندوزوا الكلمه للاخوان. الاخوان كلكم ولاد المجاهدين بوكا كيشهروا في الحرب دبابه بالطائره ديال الاحتلال الفرنسي، وحنا ساكتين وكاينه في الفهري وكاين في المغرب غادي نقولكم اللي كيتخلصوا وكاين الاهلي والتاريخ واحد 33 33 1933 1933 لماذا؟ عندهم هما علاش باش يتخلصوا؟ واش علاش ما كنشوفوش شي حوايج؟ علاش ما كنشوفوش؟ شو دابا ذكر القاسم سبيل ما كانش عباد كتضرب الحش ولا العقل، وحنا كنشوفوا يوادي ليه الضوء يوضربوا بالبطاقات دافعوا على بنتكم الخير ديالكم، راه كبد 100 مليار في النهار كيعطي الباسبور وخلى عليك شي حوايج شكون ما بغاش نقولهم. الشبكه راه كانت راه فيها 19 دوله في اوروبا، ماشي غير المغرب ماشي الشقيه، هذه شبكه قدرتي تدوز داكشي اللي كيف توصل، قدرتي تدافع على خوتك تبرلو بالحقوق ديالهم الكامله، قدرتي تهضر وداكشي اللي قد يكون ماشي جمعيه. حنا ما كنعيدوش جمعيه، كيفاش جمعيه؟ والمجتمع المدني المشرفين كنأيدو بهم وكنشدو بهم. حنا كنقول زعما الشبكه هذه راه شي حاجه واعره، راه العصافيطه، راه إلا زدتي على الأن كنمشي للولادة كيستقبلو، نمشي للوزير يستقبل، على الحقوق ديالي. حنا كنقولو راه الإخوان كونو يديرو يدين. ما نعرف فكادير نقلو هاد شي ناس ما عرفناهمش. كتشوف دابا السن وحنا باش ماشي هيم علينا ويقطع عليكم بالله، راه حنا ما كنديروش الحركة، دابا كنقول الحقيقة ماشي عمل مسرحي. اللي كنقول دابا عمل مسرحي ما عمرنا كنا في شي بلدية ولا في شي برنامج باش نقول هذا كيقضي على راسو. حنا كنقول الحقيقة، حنا الكادحين، حنا ولاد الشعب اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. وخصنا ندو إيد بعضياتنا نطلعو نكتبو على الشفرة والشفرة والواحد يدو إلى قطعوها. والسلام عليكم. نتمنى
انها تكون في الجامع، ماشي غير هاد الشيء اللي حاضر هو اللي كيفتينها، راه خصكم الحاضر يبلغ الغايب. هذا راه خيرات تاع البلاد، راه الا ما فيناش الغيره وحاصرنا راه ما ندير والو. وكنا على يقين هاد الجمعيه ديال حقوق الانسان راه دوليه وعالميه ومعترف به، راه الكلمه منهم، كلمه منهم. هو مكتب او جا وتحاصر شي حاجه وتكون منتقه، راه كلشي تيوصل لبلاصتو، وراه غادي يتعرضوا للحسابات، غادي يتعرضوا للمحاسبه. الى هاد البلاصه تتبيع فيها انت بدون ديال الناس اللي بلاد، راه ما يمكنش. نعم الله يجزيهم بخير، هاد الحماس اللي في الاخ كوجا وروحوا باش يحس الجمعيه، خصكم توقفوا معاهم ثاني، والا راه حنا غادي للهويه. اسكت هو بحال كيما ساكتين نتوما، راه المحاسبه الكبيره هي اللي تيحاسبكم الله على شي حوايج تخرجوا من تحت من يديكم وما عارفينهاش او ساكتين عليها، راكم مشاركين في الجريمه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كني تم زياره الشام اتي من شتاء الدم من الدم الى درف اتي للدم من طرد الى الدم الخيرات اللي كان الدمج شغل التشكيل داخل تاكل الدم تتعمر من اختي الزمدم غير الله يجزيكم بخير من الصلاه تدي اختي من الزمس انعكس أنا بس ما يمكنه بالعقل، إما كنت قرر باش ناخذ الرياض فيها شي شوية دازت عليا، لكن ما كنتش بزاف. الشيء كيبغي عندي بزاف ديال المناصب، ماشي أنا غادي نكون ولا عندي المنصب ديال وزير التعليم ووزير الثقافة ووزير حقوق الإنسان ووزير بزاف، غادي نعطي المهمة غادي نتكلم الأخ مجلاد الحسين الرئيس. قيم لكم التحية ديالو والسلام ديالو، وكيعتذر قال لك راه كاين هو دابا الآن في تطوان، كاين في تطوان ما يقدرش يهضر، والله يخليكم بغينا شي إنسان يكون عنده شي مؤهل اللي يبدل الشبكة، يكون عنده مؤهلات. كيفاش مؤهلات؟ لأن غادي يتحاور مع ناس خصو يكون في المستوى، غادي يتحاور مع ناس يكون بدا واحد المستوى يعني محترم، ويكون عنده واحد الصيب اللي هو مزيان، الانسان مناسب ان شاء الله. لان الصيب راه عنده بزاف المسؤوليات، هو نائب رئيس الجهه، هو المندوب ورئيس الجهه، عضو مجلس الوطني، ما يمكنش يجمع كل شيء. الله يخليكم عطيونا شي واحد الله يجازيكم بخير. نعطي كلمة سي إبراهيم وغادي يختار سي شي واحد في المستوى إن شاء الله. غادي ندير رئيس، أنا قررت الرئيس بجلال لهو، عنده الكفاءات وعنده بجلال لهو، والنايب هو النايب الأول، شكون الرئيس؟ الرئيس بجلال لهو الحسين. وأنا النائب الأول. بن عمي حسين كور حسين النائب التالي لكاتب شلاط، كاتب ديال الكليب، كاتب شلاط ابراهيم شلاط ياك، علي بوش كاتب، بسطوك علي بسطوك هو الكاتب شلاط ابراهيم المهمة بزاف أنا قريب. سي مشتوك علي، مستشار، لا خشاته مشتوك علي مستشار خشال حسين ماشي خشال حسين مستشار نوري النور شحال خمسة نوري الكاتب النواري النواري بوها عبد الرزاق اكيد بغيت بوجنا غير نعتبر لها معناها
نكاسب هذا الشيء مع الشعب قلنا امين لا امين عبد الرزاق يعطيك وجبة اختار الامتلاء تركي الامين المال بالامين العام امين العام انت بغير الدنيا لامين الراضي الراضي محمد لامين المال الراضي محمد شكون مازال اخو الراضي محمد لحد احسن اسماعيلي اسماعيلي نائب نائب لامين 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 المال غادي ندوزو طريق من اسماعيل عبد العزيز اسماعيلي عبد العزيز مستشارون مستشار مستشار عبد الله فارسي فارسي عبد الله مستشار شكون اخر حسيب المحا الشيخ البعلي حسيب المحا والثريد السعد اخوان قديش السي زاهري مستشار شكرا زاهري العقاب وخا شحال شنو درجه الله تعالى وبارك المنسق الإعلامي ومندوب جهة العدالة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام. لشرف اللي اتصلت بي الأمانة العامة هذا الصباح باش نجي نحضر معكم في تيرغير باش تأسسوا هذا المكتب وتيرغير صراحة كتحتاج الشبكة أنها تكون فيها لان عندي الدرايه على تينغير وقاعه في تينغير تينغير خصنا نحتفظوا على المال العام اللي فيها لان تينغير ما خدتش حقها من المال العام ورا كاينين هنا اللي كنعرف بحال السي الحاج اللي كان معنا في الرشيديه والاخرين السي المندوب وغادي نخليك باش تعاودنا على المكتب وتقرا عليهم القانون الاساسي باش يعرفوا القانون الاساسي ديال الشبكه المغربيه وكاين المندوب ديال ورئيس المكتب ديال ورزازات سي الهاشمي مشكور حتى هو جاي الامانه العامه راه صفطتني هنا ولهذا قرا عليهم القانون الاساسي ونتنقل المشاكل ديالهم والهموم ديالهم وان شاء الله باش نبداو الخدمه ونكونوا حسن الظن ديال الناس ديال تينغير يلمسوا كاين شي دخلات الشبكه لتينغير كاينه في تينغير يلمسوها لان المواطن دابا اش كيبغي كيبغي يلمس الواقع ماشي غير كاينه الشبكه اشنو حققتنا اشنو درتونا اشنو جبتونا ماشي غير كاينه ولكن اشنو حققت في ارض الواقع هذا هو اللي ولا دابا المواطنين كيطلبوا وخصوصا في درعه تافيلات درعه تافيلات اللي كتحتاج الكثير ومنها تينغير نيت بحال الصحه ان لم نقل منعدمه في تينغير الصحة التعليم والاقتصاد وتنغير سنناضل لأن فيها الثروات ديالها وخص يبقاو الناس ديال البلاد يستفدوا من الثروات ديال هذه المنطقة و تنغير عمالة تنغير فيها أكبر جالية في درعة تافيلات بالعملة الصعبة اللي كتدخل وبغينا نلمسوا هذا المال لا اللي كيدور في اللي كيدور في اقليم تينغير يتحقق الفئه الهشه غادي نخليكم باش تشوفوا القانون الاساسي وشكرا واللي شرف تواجد في تينغير اليوم اللي شرف تواجد في تينغير اليوم القانون مزيان مع الفيديو عبد الكريم وكنشوف انا الناس اش بغيت يديروا هذا الدفع واش باقي ما شافوش وداو الثروه تاع دايروا الكواج ديال 400 ماشي 100% أريد 80% وداو الثروه ديال 30 ولا شي بلاص داو هادشي اللي مشي لمدن الاقصار يستمروا هاد المايا ومازال كاين كلاب ما كاين مازال كاين كلاب
وحدك تسيد الحر وحدك تمشي مع الكون وحدك تسكت هذوك اللي ساكتين وهذوك اللي كابر الحر كلهم تفهم باش نقولوا راه باش تمشي ممكن يقول هذا الشيء راه ماشي معقول وهذا الشيء راه قلت لك انا وكنفهم منك باش تدير باش تدير التقارير ديالك التقارير ديالك هادشي اللي قلت بها السيد المرشد باش تبلغ الناس باش يعرفوا اش اللي كيديروا هاد الناس باش يجي واحد من وزازات ولا من تازنات ولا من تربيطه اذا يبغي يدي الفلوس يا البلد اللي كدير هادشي تكمل في المدينه راه العباد 50 عام ديال اللعب كيديروا القدوس اليوم اليوم عام جاي تيبدلوه علاش؟ كان تعشوا نتعشوا 10 مرات انا تعشوا واحد من البركه حشمه بركه تشفر تشفر وحنا كنشوفوا الشفاره ويدلعينا وكيقولوا سي بلال وراه شفار والسلام عليكم القبائل الطرواح حماية المال العام نتمنى النسوي مشكل بحال انتما خصنا نسمعوا لكم حتى انتما اللي كاين شي مشكل راه المجيء ديالنا والتكوين ديال هذا المكتب هو نتصنتوا للمشاكل ديالكم بغينا نتصنتوا عندكم مشاكل انتما دعم الارامل كاينه حتى انتما كنشكر السيد هذا اللي جاوب من فضله وبخون كبير حضور شامل كان لداعيه لتلاشه وكان لداعيه اول حاجه اللي كنطلبوا حنايا هو داك الصحه السبيطار هو اهم حاجه عندي كنمشيو للسبيطار ماشي ما كنلقاوش كنلقاو ولكن اش كتلقى السبيطار يا اما ما كتلقاش داكشي اللي بغيتي الدواء ما كاينش ما عمرناكش اول حاجه العيالات كيشدها وجع شدوها تما حتى كتكمل 3 سوايع 4 سوايع سيرتو على الرشيد ديالو وزازت كتوصل مسكينه اما توصل ولا ما توصلش هذا هو اهم حاجه عندنا المدارس وليداتنا فين كيقراو حاشاك الطواليطات ديالهم فين غادي يجلسوا فين هاد الولد هذا اللي شكون غادي المعلم ديالو مراقبه الطفل اهم حاجه هي هادشي اللي بغيت نعرف اما نقول لك هادشي ديال الطاقه خلاص ترونسبور وليداتنا هادشي كثير بزاف كثير ونتمنى ان شاء الله يدخلوا علينا بشي صحه جيده ان شاء الله وعمل صالح هما الناس هذيك المراه مسكينه راه عرفتي 30 عام كاين حنايا انا 19 عام كاين عيالات اخرين وباش كنخدموا لنا صالير 44000 ريال داروا 44000 ما كاين بالكره هانت المشكل ديال الضو على الاقل كتجينا 10000 ريال في الشهر ديال الضو والماء مي غير باش غادي تكري هاد الوليدات باش عندنا الدواء مرضين انا مريضه بالسكر كاين العيالات مرضين معايا بالسكر كاين ديال لا بونسيون المشكل هو كما قلتي ديال الصحه ما كايناش خصنا نمشيو بحال دابا انا كنت متبعه مع كاينه اختي اخوتي كيعاونوني باش نمشي للكناس باش ندوز هنا ما كاينش صافي اخوتي كل واحد عارف المشاكل ديالو كل واحد الله يكون ليه في العوان دابا انا كنقول لك غير هذه سيمانه درت الخزان وديك لا ماشين ما خدامهاش وتصور 12% انا اللي واقفه حداك 12% ما يمكنش ديتها الطبيبه قالت خصك تعاودها تمشي لرشيد يوم تمشي لوالزازات ها المشكل يلا شحال عندنا باش غتمشي لوالزازات ولا تمشي لرشيد يوم ولا مكناس احنا ضايعين حتى الشركه اللي احنا خدامين فيها واش 20 عام بنادم 30 عام كيتخلص 42 ولا 44 ديالاش وكنضربوا تماره راه خدمنا في لامين راه حتى احنا بحال الناس اللي فيهم السيليكوز نهار اللي هضرنا على حقوقنا قالت لا نتوما غير كديروا الميناج هاد الميناج حنا كنشطبوا هذيك الغبره كتطلع علينا راه حتى حنا كندخلوا كما كيدخلوا هاد الناس الله يكون في العون كلهم مرضين بالسيليكوز حتى حنا راه ملي كتدخل البارير راك فيك سيليكوز راه بحالنا بحالهم راه لي برودوي شيميك حتى حنا كنشموهم بحال الا دخلتي لشي جرده اش كتسمي
الاكسجين. حنا كندخلوا لهاد لامين حنا حتى حنا بحال دابا قالك حنا ما حقناش حنا كديروا غير ميناج غير دينا المقاطع جافيل تيد راه حتى حنا داير واحد الحد لا يرتنا ومن هادشي كلشي الله يشوف من حالتنا وحالت هاد الناس. حنا ماشي كنضربوا الشركه ولا كنديروا حتى حنا كنطلبوا حقوق ديالنا. عاونونا حتى حنا راه ماشي حنا ولادكم وخوتكم وخواتاتكم ومواتكم راه كلشي راه كاينين العيالات اللي معانا راه مساك المراض كاينين السيده معانا راه ما جاتش هاد الصباح مريضه الله يكون في العوان وكنطلب منكم من هاد المنبر تعاونونا وتشوفوا من حقوق ديالنا تعطونا حقنا عند الله ولكن الحقوق راه كلشي باين. وخفيا ما اسكري واد الحار باش ما يخلص غير واد الحار بدا بداك تيسكر
الكاتب العملي واحد هنا كامن معكم هذا وقف يقف بس وانا الكاتب العملي من هذا ان الواجبات نسير هذا في المغرب وهذا الحال ولكن والو غنرجعوا يزوروا درهم ومسلي والمصر تخدمينا وهذا الحال البلديه ادنا اللي خدم فعلا خدم غيول المشروع كان واحد سنين جمعيه يزوروا درهم ومسلي خدم غادري ينوي البلديه طرح ساعه طرح سنين يقول لي مدام سي رئيس البلديه الاعظم وجمعتي سنين ما تسكر دغل صغار يدرين المحسنين في سبيل الله اللي يشوف غيون بري ترغي العمل وانا مثلا في كاني العمل مثلا وشي ضرملة هي غادريد هي وانا هي المسؤول هي انت البلدية كجمعية تسكرينا دعم سي تون تفرض غير جمعية تون تفرض ولكن والو ميدنيا خاص قبل بني ناس بديتي الدعوة المحكمة غادي انا والجمعية دغوري اللي وتحامل عنف ليها شكون ردي وتجي مسؤوليتين تجي جمعية عامة مصلحة عامة لنا وشكرا لكم الله خير وليد تزودنا بديك المعلومات اللي قلتي ياك وبغيت تعطي لي ديال الميل وعطي لي سميلة غير سميات وفوتوكوبي ديال كارت ديك الارامل اللي ما استفدتش منها مرحبا ما عندهم التقاعد مع دار سينسيس لا ما عندهمش ها ما عندهمش وتفعلت تمرف ايه ها عطاو شي ورقه العمله مش عطاو بغيتي غير الراف رفقي ولا انت تقبعت لا نسيتي انا طريت من الراف لا ورش تفكين ورش نكون تفكين لان الدفاع عاود ندفع عاود ندفع والو مرحبا مرحبا لا هذا هو السي ابراهيم انت نغري الواتساب وثيقات كل شيء في راسك قرقرسي لي قيمي بايوا قرقرسي لي مسلسه كنتقاعد يلا ورتي تمينا لا الراميدي لا سينيسيس لا بلانيتيل دازيت بانك سيستيم وقرقرسي حتى تستنى توالي شنو نسوي والو لا البلاصه اللي غادي نضغط لا غير انت انا اللي بدي فعلا استفدت زوري درهم ودرتي كانت ولكن الا انت انا نرفض انت الله اعلم داك التين اللي مقدم الله اعلم ورسي يا غوس انت لو ديال المشروع او ديال المشاريع غوس انت لي ولكن ناس يترفض ناس يترفض بص انت راكتي لي ورقتي ديال الوثيقه باش انا نفد الاجابه ما تترفض امي تني تغير الرامي داك واحد الرامي وليت تبغي بنادم مينك وليت ندير ما يمكنش كيد الرفض شنو هو الرفض اما عندي لا سينيسيس نديكلاري مون فرانسيش اما عندي لا ميتيل اما ياسين وي كيخدم يتفركا اما وردوا له الخبر اللي كيقصدوا عليه حسب حسب لا سينيسيس يعني كي ما ماخ ما خليو ولا نسال شي حد ما خليو ولا نسال دابا زعما لان غير دعم الاراميد تيسير هاد البرنامج من غير بزاف ولينيري قد يلي مشترك هذه اللي بغي دعم تيسير دعم ديالنا هذا ماشي بغي مشترك هذه اللي الدعم في الهشاشة تخلصني ديري تحول لك جمعنا بقينا نسمع نعاون وزا يعاون وزا الناس اللي كي يدخل صار يتاد قالي لان تاد قالي وفي حكم ديتها كل ميما مدينتين جداد او ديتني معنا شنو مع ربي ارم خدم ارم حرام معنا ولكن يتسجل على كل حال وثيق منا لا تقريبا الناس في الدار وهذا الخوالو هذا الغنى الارملين سوي عمرو كي انت ورقتين انا تنسيم مرحبا مرحبا انا تنسيم هذا اللي جاوبني نجاوبه مدان 100 ولي اللي رضا اللي خصها تسافر مرحبا وانت خصك تلوي باش او في او تبي انا نسيت يخسر اثنين حقق شعب ما يسافر حقق تضر ماشي وتضر صغليتني درتني تسدي مشاكل أما اللي جبنا هذي مثلاً علاش هذا الستين في سقطة والجوابية اثنين في بلاصة؟ لا باش نرى أن حقق شيء فعلاً أتينا مرة ونكون أفوش كيف وجهكو نكيت دليل فقد استيقاع في صفي فهمت؟ فقد استيقاع 10 سنين يدق صفي ولو صافي دي تقيمي لي كانوا جماعة كي غراب كان الناس ما كاين علاش قال الدودي غنتخطب غنتخطب كي ولي الناس صافي الناس زوارة الناس زوارة نلقوا ولنا صافي او ما دارش دغيا سواخت انت اللي نايت البشر العبد وانا سواخت انت ولكن الله اعلم اذا دي في السكر ما كانش ما دارش دغيا الدراري غون غير الحاجه المدايق ما تكونش قدام الطره نخفى في شي راه والو وعطيني حتى حاجه المدارس المدارس فكرنا ندير ديال التعليم المدارس قيت هو يكون معنا في اجابه يجاوبنا على السؤالات هذه ديال التعليم مدايق يمكن غادي مدايق مدارس المدايق عندنا تطري هدر قلت
مرحبا. شوف مشاكل نايلة الصحة، مشاكل نايلة تغوري دعم الأرامل. أثني راسي بغي كل شيء، هذا غتجاوب من خويا. أجد بريطانيا أنا أجد غرامي دليس جزيرة أزارا صور الفيديو كسبيت ريبو إذا دينا ماشي معقول وقت لكن مستوى صوت كنا وقت كنا شو رأيك يا ولا شو مشكلة تجيني ويكاد يبرد تجيني وهذا هو كان السيدة بكية طبيبة هذه خدامة كانت تقول كتعطيه جامعة 250 درهم لكن توجع الله يلا هو الرئيس يزيد لها هذا 250 درهم والله ما إن هذا المتاع ماشي هذه هذه ماشي عاملة هذه هذه راه أسرع هذه راه خذوها بشي حرب وداوها وخدموها هكا كما كانوا القراش الأولين هكذا والله إلا مهزلة مهزلة يمكن فيها مشكل كبير ما كاين سيكريتي ما عندها في المصاصة ما كاينش وهذه خدامة مسكينة كيعطوها 250 درهم ديال تاج لا بيتو دو جو ديال الصباح ديال الوزير ديال السي عثماني والله ما تكفي 5000 ريال حرام حرام والله إلا مهزلة أنا ولو نديرو كيتكلي ونقولو رجال راه هادشي هذا باغي تما قلنا لكم راه إلا ما إلا ما حركنا راه ما كنتيش نقولها 7 مرات إنما غادي يكون الكريديوان غادي تصعب غادي يكون غادي يكون شي حاجة خايبة غادي نحاربوا المفسدين وهذا جيد الحمد لله تليت بليك ما كاين الناس على غادي تشحل القضية ما كاينش الناس راه ما غاديش وهاد الناس دابا اللي جايين خصها يجيو كثر واحد اللي دار ما كيضرب راه يجيو بيك الناس مزيانين عندنا واحد مشكل في التوزيع دابا في كودرون طريق كتمشي للشركة كتقول لي صوب راه طريق كتقول لك ديال البلدية كتمشي للبلدية كتقول لك ديال التوزيع كل هذه تكون عليك الحريرة السلام عليكم على الماء اسمح لي باش نعرفوا باش نقولوا الخدمة ما كتبداش عندنا الخدمة كتبدا مي وليك واحد الحر ديال البلدية بلاتي شوية اتفقوا صحاب الماء مع صحاب البلدية كنخلصوا حنا الماء صافي ونخلصوا مع تاني إلى خارجية عندنا دابا المسائل ديال الوراق الماء عدد من سنين من 87 كنخلصوا غير الماء صافي واحد الوقيتة بغاو يديروا داك الشيء ردوا علينا عاوتاني داروا واحد الثمن الواد الحار كنخلصوه فهمتيني ما درنا معاهم كونترا باش نخلصوا واد الحار على حقاش واد الحار ديال صحاب البلدية وكنخلصوا الضريبة ديال النظافة فعلا داك الخدمة كتدار ولكن ما خصناش نخلصوا واد الحار على حقاش كنخلصوا النظافة انت بالنسبة للحاج باش نتفاهموا مزيان ديال الحاج راه حتى بالنسبة لك عندك لي فاتورات 30000 ريال اللهم الذي ممكن نديروا هاد الشيء عاد راه الاعتبار لهاد الناس لهاد الاعمال وهاد الناس اللي محرومين الشيء اللي غادي نقولوا نقولوا شي حوايج اللي هي مهمه اللي غادي يصرف فيها المسكين ونشوفوا اسمتو مزيان الفراد علاش طلعوها من 2003 ما عرفتش واش فات فيها علاش واش نهب راه قلت لك في الفيسبوك المحطه الاستراحه اللي كتسمى السبيطار المحطه الاستراحه راه كتموت فيها 14 درهم في الشهر بعض مرات تعيرها اللي كتلقى الاغاني ولا سوريا والله نشوفوا شي حوايج اللي هما مهمين نركزوا عليهم شي حاجه غريبه اللي غادي نقرا نشوفوا الشركه بغات تكتب من الناس اللي دعوا كبير ولا تكملهم ما طلعتش علينا راه الشركه عندنا دابا 100,000 وكلها متعلقه رغم ذلك الاخوان وكنشوف وكتدي 42 مليار سنتيم في الشهر وهذا وكاين شركه اخرى في المغرب ديال الكارتون كيديو كيتبعوا العمال ديالهم من هادو من هادو بغاو يبنوا شي كل وحدو ما هذا عليهم كضوا على الناس وكاين سميتو كضوا على عين الله بركه الله يجعل بركه خديتو 69 والدهن
الذهب ديال 1958 راه تعطي هذا النار باش تقول واحد في المية أنا ما كنحطكمش واحد في المية في الأرباح ديال المناجم حوض المنجمين راه إذا الناس كيخدموا عندهم العاملين نهار كيمر كيحوض كيقيدوا كيقول لهم راه جاعتي يلعبوا عليه باش يقتلوا عندي اجي ياخذ يعطيني واحد في المية راه يعطيني 100 مليار من طول السبيل دابا هاد الناس اللي ماتوا هاد الارميات اللي ماتوا لهم الرجال ديالهم شكون غادي يعوضهم وكتعطيهم 30000 ريال شي حوايج كل الخروقات ما عندنا حقوق الانسان ما عندناش هو اللي حنايا حنا عندنا حقوق المستعمرين انا كنقول هذا وكنتحمل المسؤوليه ديالي وغادي نوصلوا ان شاء الله مع الرئيس الحالي وغادي نوصلوا مع الاخوان ها هما كيحضروا يبلغوا هذا الشيء يتنشر يوصل لبلاصه والسلام عليكم. ايها الاخوه والاخوات بما ألت جهه درعت فلالت جهه الفقيره وجهه المهمشه وبعد وتعيش كل المشاكل في التنميه في جميع القطاعات كهيكل الصحه والتعليم والاقتصاد والبنيه التحتيه ولكن باش ندخلوا في العمق مثلا كما قال السي الحاج وغادي نسجلوها وغادي نسجلوها ونتمنى ان شاء الله في هذا الاسبوع نبداو عليه العمل يجاوب لنا على الضوء لان الضوء باين ما يمكنش تكون عندك الثلاجه والتلفازه وتمشي تجيك واحد المبلغ خيالي الضوء خصو الضوء يجاوبنا السيد العام راه كنعرفوه في اللقاءات على البعد غادي نراسلوه يجيب لنا القطاعات قيدنا غير القطاعات حالة ديال الصحة هذا ديال الضوء والصحة في تنغير وما أدرك ما الصحة في تنغير تنغير الصحة واتصلنا مع المندوب الجهوي الموقت بالنيابة سيد المنتظر كنا كنتمناو يعينوا شي واحد لدرعة فيلات مع الأسف أن تعفى من المهام ديالو السي بوشعيب راه في وزارة الصحة درنا معاه لقاء يعني كاين ديال النيابه دابا اللي كاين نتمناو انه ياخذ المراسله ديال الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الترواحي العام ياخذها بجديه وبمسؤوليه باش ان الصحه لان تقريبا فايته من 120 كيلومتر للرشيد انا كنستغرب الله الصحه كيفاش كتستقبل هذا الشيء راتين غير الرشيديه ورزازات الرشيديه اش كاين في هذه الرشيديه محطه غير الصراحه انا راه دزتنا تما مستشفى اقليمي وكاين مستشفى جامعي في الرشيديه نقولوا ولكن حان الاول اننا نراسلوه ونجلسوا مع هذه القطاعات ويجاوبونا باش الى عاود جمعنا مع هذه الوجوه اشنو حقنا لهم هذا هو اللي كنضرب في درعات الفيلات وانا جاي من الرشيديه بالميمه تنجد اليوم هذا الصباح كنت في تنجد مع الناس ديال تنجد هي اللي جعلني باش نطلب اشنو حقنا لهاد الناس بحال تاك ما صاوا عندكم مشكل لا صابوه ولا ما صابوش ها صابوه راه كنا ندلكنا به ذكرناك نهار مع الوالي راه ندلكنا به ودرنا فيه الشكايه شكا الشبكه المغربيه اللي كتمنى ذاك المشروع ذاك المشكل مازالش كاين المشكل ديال الموضوع الناس فين غير كاين في ديسني غير مازال مشكل في ديسني غير عدد غادي نديرو غادي تكتب لنا داك الشيء وغادي نصيفطو السيد العام وغادي يجيب لنا الهيئه المكلفه الخارجيه وغادي نجلسو معاهم في العماله وكل واحد غيجاوبنا على المشكل اللي عند الساكنه ديال الضوء يجاوبنا على الضوء ديال الصحه يجاوبنا على الصحه ديال النقل المدرسي ديال التيسير ديال دعم الارامي ديال الرامي ديرنا لائحه المشاكل اللي كيعانيو الناس باش الى عاود جينا راه حقنا لهم شي حاجه حكينا مثلا فكينا المشكل ديال الضوء فكينا لهم المشكل ديال الماء ديال الرمي فكينا لهم المشكل ديال السميد هذا هو اللي بغينا واي واحد في هذه ديال الشبكه اللي جا لعندكم في البيرو راه حنا مرحبا يجي لعندنا نقعد معاه في الرشيديه فهمتي ولكن بغينا مستشفى اقليم تنغير يقليم تنغير خصو الشابك لا تنمية لا نهضروا على الحقوق بدون مستشفى في تنغير لأن الصحة هي الأولى إلا ما كاين الصحة ما كاين والو
حنا كنشوفو كيتغبطو الناس، وهذا الشيء راه الواقع الغور ديال درعا تافيلال جهة كاملة. ملي كتلقى أرملة ما بحالهاش وكتقول لي لومبيلونس سيارة الإسعاف على الأقل كما اتصلتي معايا ذاك النهار ما فيهاش الأكسجين تماس الدري إيه، ومثلا كيقول لي عطيني 8000 ريال ولا 10000 باش نضرب ولا الشعب نهضر الشعب منين غادي تجيب ليها مسكينة تدي حتى الرشيدية. هادو هما الناس اللي هادو هما الحوايج اللي خصنا نضلو عليها ما نلقاو ليها الحل. عندنا اللي في الجمعيات راه كيتلقاو الدعم من الجامعة البلدية، كيفاش هي صحاب لي زومبيلونس يتلقاو الدعم من الجامعة الترابية من البلدية وتعاود تحيد من المواطن الضعيف وفيريفينا بزاف. شوف لي هاد الناس اللي كينقلوا الناس للرشيدية إلا كان كيستافد قول لي يعطيك اللوائح ديال الدعم، إلا كان كيستافد في البلدية يدير الأرامل 100 درهم ينقص ليهم ما يستافدش من هاد منين يستافد من هنا؟ راه هذوك فلوس المواطن. إلا كان غادي يقطع عليهم داك الثمن للمواطن بلا ما يشد الدعم، إلا ينخفض واخا يشد الدعم. يعني الصحة والضوء والطرقات والترونسبور ودعم الأرامل والرامي، يعني هاد المشاكل كامل خص يتكتبوا وغادي نجلسوا مع هادو باش يجاوبونا. كاين شي حاجة ما ذكرتوش قولها لي. تقريبا درعا تافيلات كتخبط في هاد المشاكل، نفس المشاكل في درعا تافيلات. كاين النبيه في الرشيدية حتى هو يكون نسائي حتى هو يكون يجاوب على هذا الملفات ديالو ديال المقاومة. كاين أرامل مثلا ديال الجيش، أرامل ديال الناس ديال فرنسا، وما أدراك الناس ديال فرنسا. خص هذا المشكل يكون عندكم مع الأسف، يمكن ما عندكمش هذا المشكل وكيمشي جدال من السلبات القانون كيداير. كيموت فرنسا كيقول لها حتى توصلي 50 عام عاد تخلصي. شكون اللي كبر لنا داك الدراري باش ما تعيش هاد الوقت؟ هي كيف انا في فرنسا، ولكن فرنسا عندها الشمر، ولكن احنا في المغرب هاد المشاكل الطبيعيه فين جات هاد الصباح. لان بغينا نسمعوكم ماشي نهضروا، خصنا نسمعوا بزاف ونهضروا شويه ونوضوا نخدموا. حنا خصنا نمشيو نخدموا ماشي نهضروا، نسمعوكم ونمشيو نخدموا نحقوا لكم شي حاجه. ما نبغيش نكثروا عليكم الهضره بزاف، لان انتم تسولوا لنا شي مشاكل وحنا نقلبوا نحقوا لكم شي حاجه باش مره اخرى انا في سنجة الصباح كنلقى ما كاينش كاع فين. علاش كتجيب لي الجديد؟ خرجوا لنا الصراحه لا كتجيب لي الجديد كتجيب، لان المواطن ملي كيلمس حقتي لي شي حاجه كيسمع بان الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الارواح الى 8 العام تحطت كيجي حضر بان المسي. دابا ولات دابا المواطن في الثقه، باش يكون واضحين الثقه بالهيئه الثقه بالاحزاب الثقه، يعني داكشي هو اللي ينقص الناس ما كيبغيوش يحضروا. نتمنى من المكتب الحاجه اللي تغيبها لنا جيبوها لنا الجهه درعا تافيلات لإقليم الرشيدية مع السيد الوالي مع جميع الهيئات وكل شيء غادي نضلوا عليه. ما نعيد نخافوا من حد، ولكن كنبدو إياد للحوار مع المؤسسات نتاع الدولة. حنا كنبدو لهم إياد المساعدة للحوار للقول الحل ماشي خوفا. ملي تكونات الشبكة تكونات ضد الفساد المفسد، ضد النهب، ضد اللي كيلعب الضعفاء، لأن الناس تضبروا سرتو في درعا جهة درعا تافيلات الناس واصلة كما كنقولوا الحيط. ولكن خص العمل جد ما تحققتو في الأرض. حنا كنقول للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الأرواح إلى 8 العام اشنو درنا عشان قدمنا لكم هاد الشيء حاجه كنقدموا، خصنا نقدموا لكم شي حاجه وكنتمناو ان شاء الله نكونوا في الرضا ديالكم الناس ديال التنغير. وهذا المكتب الجديد يكون في المستوى ان شاء الله ونحقوا لكم شي حاجه باش ملي عاود نجيب داز ديك الناس وقلنا لهم مشكل كاين ديال الضو كاين ديال الصحه كان قول لنا شي حاجه بعدا وان شاء الله يقدر نتمنى اليوم ان غادي نبدا في التنغير. كاين شي مناطق زرتهم اللي جات تطرق شفتو ما عجبونيش غادي نبدا نسنكر فيه وغادي نراسي الجهه المعنيه في هذا
هذا الشيء انا ما نطول عليه معكم. بغينا الله يجزيك بخير سي بكاع على الموضوع مثلا بكاع صعيب علينا علاش على الشكل ديالنا واحد الخطا ما طرحناهش عييت قلت معايا الله يجزيك بخير وكي قلتي وضحيوا علينا دابا راه كاين غير دابا مود دابا ماشي مدينه ماشي قريه كيدير شي واحد دابا العرس لي غوش كيجي حتى يدورها لينا بحال هنا عندنا شي روضه في هذا الحي هذا والحي كاينين فيه الناس اللي كيخدموا برومي دوزيام تروازيام العيالات شي وحده ما بغات الدري ديالها يسكت ليها ولا درها الدرسه كيسهر كيبقاو حتى كيقول المدن ديال الفجر الله كبار وبقى يدهزوا لينا في وسط الحي بالعيطه بالغياط الله يجازيك بخير حنا كنطلبوا من السلطات اللي هو بغى باش ما يدير الجوق شغلو هذاك بغى يدير الجوق يديروا واحد الحد يديروا بعدا اوموان 12 الليل ولا الوحده ولا الجوج وقت ما شقات لهم يجيو يدوروا لنا هنا علاش ماشي غير على برا كلنا كاملين بغينا العماله طرحنا هادشي قلتلك واحد الاجتماع معنا كاين السي ابراهيم واش كاين هادشي ولا لا قال لك حتى هو هذه بغيت باش نطرحوها قال لك حتى انا كيسهروني الله يجازيك بخير حنا راه صافي ما بقاش كنقدروا على الصداع ديال الوحدات الليل والجوج الليل ودخلت عليك والله شي واحد مسكين واخا شاب راه خدم برومي ودوزيام 16 ساعه ياك 16 ساعه وهو يلا حتى الراس ديالو على الوساده يلا من با ساعه ونص ودور ليه الغطاء حدا راسه حنا بغينا باش يديروا واحد الحد يدير داكشي لقاعات الحفلات ولا حتى لا بغا يدير الجوق في دارو شغلو هذاك العرض ديالو هو هذاك ولكن بغينا نقولوا واحد الساعه ممنوع كليا يعني. هذه كنطلبوها لا دار فوقاش يرجعوا يتصنتوا هادشي اللي قالوا لنا هاد الناس هاد الملف ديالهم هاد المشاكل ديالهم نعود 20 يوم 25 يوم شهر يعاود يرجعوا للقاعة هنا فين اشنو حققتوا لنا من هادشي اللي قلنا لكم شحال جبتوا لنا مثلا يعطينا هذيك ديال الارملات عندنا 20 ارمله داك النهار حكيتي لنا لا قلتي 20 ارمله راه مشات الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الترواح من هذا المال العام اجتهدات راه جبنا دابا 12 وحده مستفيده على السميه ديالهم مزيان فين وصلت هذيك مثلا راه دفعنا ليه الرابور ديالها هذه اللي مقصيه مات ليها الراجل والطرداد بالعنف وهذا وهذا راه حنا الملتمس ديالها ها الورق ديالها اللي حطينا ليه كنلتمسوا باش اشنو درنا لكم شي اللي كنبغي انا ما تعسوا وجهي انا الا جبنا شي حاجه شكرا ما غاديش نتجمعوا هكا ونعاود نتجمعوا لا اشنو حققنا اشنو حققنا حنا معكم كنشكركم كاع اللي دايرين الثقه في الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الترواح الى الان كنشكركم كمستحق لاعلى الجهات رعاه البلاد كنعرفوا كمستحق ديال الجهات رعاه البلاد ولكن راه عندي كثيره شكرا هي غادي تصبر غادي تصبر حتى اللي عندنا في الداخل اعمال اجتماعيه مدينه تجدان الامور كثير ولكن اللي كنقول لهم اش حققنا لهاد الناس بالله الا كنت في تجدان الا ما كنرصاش الا جبت المعاشات من الرباط ومن الرشيديه باش نحقوا لهاد الناس اشنو درنا وعاودوا سولوا عليا في تجدان قال الرئيس ديال الشبكه لا زال شي حقنا شي كاين مشكل قريب يبانو كندوز اكتصروا بلا باش الجماعه الجديد الى اخره الى وقت البي بي وقت الدوز الدوز يقولوا لنا الدار الملكيه يقولوا لنا غادي يقربوا ديالي مرحبا الانسان وكيل مالي في الاستقبال كيف تدري انا بني غير العائله الوالي كيفاش غادي يقربوا الوالي اي مثلا احتياج الاسم الشبكه المغربيه اللي هو تصور هذا تروح من بلاد غير جراتيكم دابا خذنا الوطن ماشي بنيتهم او خدمتهم مني دابا خذنا الوطن الدليل الى فين على تقول بنيتهم مني وانتي تجي السلام عليكم انا الفايز تبعي السلام عليكم ابراهيم سيبو نمره مرحبا انت
ديال الأرملة. مرحبا. أنت يلا نصوروا معاك. لو وقيلا كنت كاع واحد النهار حتى المستشفى ديال تنغير. لا كنهضر. لا 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 شوف. كنحاول كنسد. كلشي كنت كنسد كل شيء كنت كنعرف لا 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 ضرب العربية لا 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 كنطلع على كنقول لكم مرحبا الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة عماد المال العام راه كندور دابا في درعتها في لالة شكرا هذوك المشاكل الأرامل مرحبا شكرا معنا شكرا وتين غير كنعرفها مزيان على البعد شكرا أنا واعد شرف لهاد الأرامل شكرا هاد الأرامل اللي قلتي لي هذا مرحبا يعني إلا ما عندها شي دخل في شي قنت من حقها تستافد شكرا وان شاء الله راه نعود نبلغ برسالتي شكرا لك غير عطيوني مكتوب بارك الله فيك ما نخرج الا ما قضيتي لكم ما نعود نجي شكرا لك خصني ندير شي حاجه الا ما ندير لا لا الا ما نعود ندير ما خصني نتصنت الناس ونجي انا دابا انا دابا ان شاء الله كنضرب في درعه تابينات وما كانشيش حتى كنجي معاود ثاني داك الشيء المشاكل اللي عطاو ليا بحال دابا ديال التجاره ان شاء الله دابا صوره عام نشوفوا هاد المشاكل هادو كاين المشاكل اللي خصنا نحلوها هنا في تنغير مشاكل هنا ديال تنغير باش تكون ثقه انا كنقول لك الناس فقدوا الثقه في العمل الجمعاوي ولا السياسي ولا الهيئه لا لان يتحدثوا ما يجيبوا والو خطاب مول خطاب وخطاب عطينا شنو درتي انا اش عارفني ديك الليله انا عارف ديامي مبني المساكين غنى اش عارفني عباد ميت ديامي المساكين حيت انا دامي سمع غنيت هاد قالت يسين غبي انا ولات رمز الدعم يسين غير تامي موتورياز فوق الواضو ولا غسلي ميس ولا نتغوري حاليا ولا نتغوري غسلي لي ماس غسلي لي ميس غسلي لي ما غسلي دابا انا قصيده بس سبحان الله تعالى غير المحسنين انت جمعيا غير المحسنين نجموع باش ان فدس السغوان السغ وانا تعب العالي للشاد دولشان الاخيره غوري دتزنا المساكين سغرسن الشاده وكتحمل المسؤوليه دستيني غير مصطفى تعب العالي امزيد لاكارت نمدن في تسنور نزيد سكوار اي دان مي قدرنا مي غير ستوب غادي ارض غوري لي دير الدار الدعم دير المساهمه ديالنا المجاهدين دير دادير على المغربي غير ايتا ديالي هنا اش دير بدون انت تقطم دير انا كنت خصام ولكن يبغي واحد لا مرحبا مرحبا شوف كني هي غادي تقول لك دير العير شكرا لا مرحبا لا وراك على مستبراهيم اش راه على مستبراهيم لا تقول لك كاسيو لا اش غير لك 200 لسلعة تبطي 200 فرق لا سكا ولا دات تغمر قيمة الدا هي بس العشرة دات تغمر دي واحد يوصل لهم منك دا سوق لا إبراهيم أخصاتي سيدي الحاج غيوي تنغير أول اللي قادي ديوني حلي ذاك الدين كنسليت ديالي نسلي المشاكل تين غير التي تخطط لي اللائحه نعدلتي ونا هذا درس تسدو هنولي غير كان الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على العمل العام الشبكه اللي كان هتقضى تقيا خصقيا راه تندو تنقض من دي المشاكلنا اما عديد اللي طير من الحقاقه البدايه الشهر هذا نجمع الرئيس ما تلقتيش الرئيس وانا المهم التليفون انا كلشي بلي على ما الاعلان ندير الاعلانات اليوم مرحبا اين يخت تجا نكوني نكوني للاد الفقراء للاد المساكين للاد ذوي الحقوق تاعيالين ونمي تاع الحق نسيت خميت ديال الشبكه المغربيه للانسان والرقابه الطروحيه العام مرحبا مرحبا